احتفلت القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية، والتي تضم الدفعة 115 أطباء، والدفعة 77 به مهندسين، والدفعة 65 به مختلط، والتي أطلق عليها اسم دفعة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة. وأقام اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم المتميز خلال الفترة الدراسية.